زيجموند بومان في كتابه الحب السائل بيفتتح الكلام بوصف بليغ وعميق لهشاشة الروابط بيننا، فبيوصف إنسان اليومين دول بإنه إنسان بلا روابط على حد تعبيره. فبقى من البديهي إنه يدور على أي حاجة يسد بيها فجوة نقص الروابط دي، وأنا مش هبالغ لو قلت إننا بنواجه تحولات جديدة جدا موسومة بغياب المعنى الحقيقي للأشياء، واللي ظاهر دلوقتي هو المعنى السطحي والوقتي لكل حاجة. أصبح فيه تنشانة في التفكير حتى في القضايا المهمة، وأصبح تركيزنا كله على الحاجات التافهة. تحس كده إن المعركة اتحسمت لصالح الهيافة والتفاهة بدون منازع. يا ترى إيه السبب اللي يخلي استهلاك التفاهة يزيد باستمرار بالشكل ده؟ وإزاي بقت سمة عامة وطابع مشترك؟ ويا ترى إيه هي امتداداتها بعد كده؟ بصراحة كده التفاهة عندنا لقت التربة الخصبة اللي تخليها شيء أساسي في حياتنا، وبعد ما كانت أصلا بتعبر عن فشل ذريع في الوصول لإنك تكون شخص متزن، أصبحت تدفيه لكل معالم الاتزان والرصانة وتجريدها من أهميتها. لما بنكون بصدد موضوع تافه، إحنا مش محتاجين مجهود جبار ولا حاجة، إحنا بس يبقى عندنا شوية فضول ونركز كمان على استهلاك الفضايح، ويبقى كل المحتوى اللي بيتقدم لنا عبارة عن مقاطع للفرجة والتسلية، والمتابعين دول ناس فهمهم محدود أو منعدم وسلوكهم متدني سواء في المظهر وكمان في التفكير. في حاجة مهمة جدا، إن أغلبية الموضوعات اللي بتطرح بتفتقد لأي معنى أو رسالة، وبعد كده المطلوب مننا نفكر إزاي نروج للمحتوى ده عشان يكتسح وينتشر بشكل رهيب، وطبعا مواقع التواصل الاجتماعي ما بتأثرش. أكيد كلنا قابلنا وبنقابل مقاطع فيديو أبطالها ناس تافهة جدا، ومش لازم يقدموا محتوى كوميدي ولا حاجة، المهم إنه يكون تافه. وبرغم سطحيتهم دي إلا إنهم أصبحوا مشاهير، وكمان حققوا ثروات طائلة جدا من لا شيء، وممكن كمان تلاقيهم ضيوف على أكبر القنوات الفضائية. وللأسف الشديد طريق النجاح والشهرة بيكون أسهل بكتير لما بيكون التفاهة هي وسيلته. والعجيب إن المهتمين بمواجهة الظاهرة دي مركزوش على مسألة استهلاك التفاهة قد ما ركزوا على التفاهة نفسها وطرق إنتاجها. التفاهة أصبحت سلوك يومي وطبيعي، وبنطبقه على كل القضايا، سياسية، اجتماعية، اقتصادية، كل واحد نفس الأسلوب اللي هو التدفيه وبس. كل حاجة فقدت معناها الجوهري، وكأن التفاهة عبارة عن كرة تلج بتتدحرج عشان تلتهم كل شيء وبدون استثناء، وضحيتها هو الإنسان اللي أصبح هو ذاته محور التفاهة دي، يصنعها ويتصنع بيها وللأسف يعيش أسير تحتها. سلام.